أهلا بكم مشاهدين الكرام عبر فضائية الحقيقة الدولية. اليوم من فلسطين وتحديدا مدينة بيت لحم نبدأ جولتنا للتعرف على آراء الناس حول استقبالهم لشهر رمضان، شهر الخير والبركة لعام 2019. دعونا نبدأ. شهر رمضان الكريم على الأبواب، شو استعدادك لشهر رمضان السنة هاي؟ كل خير إن شاء الله زي كل سنة استعداداتنا إن شاء الله، بس الأوضاع والله الاقتصادية صعبة شوية يعني، والناس وضعها المالي تعبان جدا جدا. شو بده يسوي يعني، هذا شهر فضيل الواحد بده يقعد. شو عملت عشانه؟ والله جهزنا له يعني الاضاءة والاضواء والشغلات تبعت رمضان والخضرة والغراف كلها يعني زينت بيتك؟ زين طبعا. اكيد فيش مجال يعني فيش رمضان كل يعني. كل سنة يعني الواحد بزين. شهر رمضان ان شاء الله مبارك علينا وعليكم. استعديتي له؟ والله هينا بنستعد. شريتي؟ هينا بدينا نشتري. بديتي دي... ان شاء الله ان شاء الله شهر مبارك علينا وعليكم. الله يعطيك الصحه. الله يسلمك. حسبت رواتب فيها مشكله شوي يعني، يعني بيجي اكثر الشعب بيسال رواتب ما نزلنش. انت كتاجر بتشوف انه في ازمه الرواتب، في مشاكل في التجاره؟ في طبعا اشي اكيد هذا بياثر يعني، بتيجي مثلا على واحد الشهر اثنين الشهر لسه مش نازل، يعني بعد خمس شهر بلش يتحسن الوضع لحاله. الله استعدلنا شهر رمضان زي كل سنة الحمد لله، رمي نفوس مرتاحة وهاللي بيسووا الناس بدنا نسوي. طيب انت تاجر، اقبال الناس في ظل الأوضاع الاقتصادية الموجودة شو رأيك فيها؟ والله الاقبال صعب جدا جدا، الناس يعني عمالها بتنزل للسوق، الشغلة ضرورية 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 عمالها بتشتري. يعني بدنا نصفي النية إن شاء الله ونستعد للصيام ونستعد للصلاة وللعبادة، شهر فضيل شهر توبة ومغفرة، بده زيادة طاعة لله عز وجل عشان الإنسان يصل لهدفه. يعني جهزت أمورك في لرمضان؟ ضويت الدار يعني شريت المطلوب؟ والله الأولاد ضووا الدار حطوا الزينة يعني زبطتها؟ زبطنا شوي. أما بالنسبة لل يعني المأكولات الأكل والشرب، إحنا ساكنين هون في السوق فما فيش داعي إن نشتري يعني ونخزن. طب في عندك إقبال على الشيء اللي بتبيعه في ظل وجود الأوضاع الاقتصادية اللي كلنا بنعرفها؟ والله أنا ببيع معمول إلي 30 سنة ما شاء الله، هو مشهور فيه وماشي حاله يعني عادي. ما في إنه مثلا الموسم الفلاني؟ لا المواسم تبعتنا بتيجي على العياد، احنا بالنسبة لنا لبيعي بتيجي على العيد، على العيد بكون عندي طلبيات للناس يعني للدور للبيوت، كل سنة كويس الحمد لله. الله يعطيك الصحة. الله يعطيك العافية حبيبي عمي. الوضع الاقتصادي مش غاد يعني، غير مبشر. الله يعطيك العافية. الله يزيدك عافية. الاستعداد هي التقوى والإيمان، مش رمضان مش بالأكل. جهزت أمورك؟ الحمد لله جاهزين، دائما جاهزين برمضان. جاهز استقبال الشهر الفضيل؟ الحمد لله رب العالمين، في كل لحظة في كل وقت. الحمد لله. الحمد لله. عليكم السلام ورحمة الله. أنت في الحلو. شغل حلو وقطايف وإلى آخره. شو رأيك في شهر رمضان الفضيل واستقبال استعدادك له، وكيف بدك تستقبل شهر رمضان الفضيل خاصة في شغلك؟ إن شاء الله رب العالمين، يعني معروف الشغل القطايف يعني على مدار شهر رمضان، مع انه انا بشتغل على طول السنه. ان شاء الله انه يكون شهر خير ان شاء الله ورحمه على الناس وربنا يهدي الاوضاع ويكون ان شاء الله الوضع في غزه ما يسوء
لانه احنا يعني شعب واحد كان هون في الضفه ولا في غزه، واذا صار شيء في غزه اكيد راح يكون هذا الوضع، مش ما حدش راح يكون مبسوط يعني. الوضع ما هو كويس، فيش مصاري مع الناس، يعني في مشاكل اقتصادية عندنا في البلد، مشاكل اقتصادية كثيرة كثيرة كثيرة، فيش مصاري مع الناس، يعني هاي الناس طيحة طالعة ما فيش حدا بيشتري، فيش ناس يعني نازلين، يعني أزعم واحد بشي بده يشتري طيب بشي كيلو، بده يشتري كيلو بشي نص كيلو، فيش مصاري، فيش مصاري، فيش مصاري مع الناس. الله يكون بالعون، بعين ربنا، بعين الله، بعين ربنا. السلام عليكم. سلام، تفضل. يعطيك العافية. يعطيك العافية. في عند استقبال شهر رمضان الكريم، كيف استعديت له؟ الحمد لله طبيعي، شيء جديد يعني. نفس كل عام ها؟ كل عام نعم. جهزتوا إشي لسنة عندكم مراسم خاصة في إنك فتح ملحمة يعني؟ لا لا نفس الشيء يعني، بس إنه بزيد يعني الشغل شوية يعني. بزيد شوي. بزيد نعم. طب في عندك إقبال في ظل وجود الأوضاع الاقتصادية اللي كنا بنعرفها؟ إقبال مش زي ما بدك، بس يعني أفضل من الأيام العادية. أفضل من الأيام العادية في سبيل استقبال الشهر الكريم. نعم، شكرا جزيلا. شكرا. الحمد لله رب العالمين. رمضان كريم على الأبواب، كيف استعديت له؟ أكرم إنا وعلينا وعليكم يا الله، كل عام وأنتم بخير. أنت بخير. كيف استعديت لشهر رمضان؟ والله الاستعدادات أنا مش بسويش فوضى زيادة عن اللزوم في رمضان. الحاجيات الأساسية اللي بدنا إياها بنشتريها. الناس مش عارف، هاجم على الأسواق وكأن في منع تجول وكأن في حرب، مش فاهم يعني، مش عارف شو بصير. فتحين بوابها سيارات وبدبوا وبعبوا في بضاعة، ليش؟ حتى بيسمحوا للتاجر يستغل العالم. طب يا سيدي، ما هي أجواء يعني، شوي هي أجواء حلوة يعني. حلوة، أجواء حلوة، مش أجواء أكل وطبيخ، أجواء دينية، أجواء رمضانية، أجواء بتجننوا حلوة، بس ما تسويهاش أجواء أكل. طب شو رايك في الاوضاع الاقتصاديه الموجوده في ظل بدنا نستقبل شهر رمضان؟ الاوضاع الاقتصاديه انا شايفها الاشياء غاليه زياده عن اللزوم، بعرفش نتيجه ايش، بعرفش مين اللي مقصر. هي الرقابه على الاسعار يعني، قاعد بسمع في كيلو الدجاج ب 15 وب 16 وطبق البيض ب 20 و25، يعني زي ما بيقولوها ما اغلى من الولد غير ولد الولد، صار البيض اغلى من الدجاج، يعني إشي غريب، مش عارف اللي بصير. فيش عندنا رقابه، فيش عندنا إشي، مش عارف ليش في مواطن في وضع اقتصادي مدمر بشكل عام. طب ليش هالفوضى صايره في البلد؟ الحمد لله، الله يسر للجميع ان شاء الله. الحمد لله حضرنا اللي الدجاج، اللحمه، الفواكه، الخضره، كل شيء جمعتوا امور. الحمد لله. طب شو رايك في الاسعار؟ شوي شوي لا عاديه منيحه، بس بعرف شو بعدها هالحين شو بصير في رمضان ولا لهالحد هالحين منيحه. منيحه عندك قبول؟ اه الحمد لله. يلا ستي طفل. ان شاء الله ينعاد علينا وعلى الامه الاسلاميه بكل خير يا رب ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين. استعدادنا زي كل سنه، زي كل مره. كل سنه شو هي يعني؟ كل سنه يعني من هي حالنا احنا نفسيا، احنا عندنا كمان السنه هاي توجيهي، فشويه في شويه توتر، بس ان شاء الله تنعد بعد ان شاء الله يا رب. الله يعطيك الصحه. الله يسلمك. حياك الله. هلا يا سيدي. ايه شو استعدادك لشهر رمضان؟ والله الحمد لله يعني احنا صرنا اسبوع منجهز في البضاعة، منجهز في المحل، وان شاء الله الامور بتمشي يعني. جاهز، كل شيء جاهزين، نستنى ثبوت الشهر. جاهز لرمضان تصوم؟ ان شاء الله. ان شاء الله. طب كيف الاقبال لاي مواطن عندك على المحل؟ والله وجود الاقتصاد السيء والصعب عندك. والله أنا بشتري القطايف تقريبا طول العام. نعم. يعني السنة يعني قبل رمضان الوضع مش طبيعي، يعني سيء جدا الاقتصاد، بس احنا بنتأمل انه رمضان خاصة قضية القطايف يعني ظل لها زبون معين، يعني بتصورش تتأثر في الوضع الاقتصادي.
من جولتنا في مدينة بيت لحم حول استقبال المواطنين للزائر السنوي وهو شهر رمضان المبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.